عند الفجر قبيل بزوغ الشمس من وراء الشفق، جلست وسط الحقل أناجي الطبيعة في تلك اللحظة المملوءة طهرا وجمالا. كنت متوسدا الأعشاب أستفسر كل ما أرى عن حقيقة الجمال. وبينما أنا على هذه الحالة، مر النسيم بين الأغصان متنهدا تنهد يتيم بائس، فسألته مستفهما: لماذا تتنهد يا أيها النسيم اللطيف؟ فأجاب: لأنني ذاهب نحو المدينة حيث تتعلق بأذيال النقية ميكروبات الأمراض، وتتشبث بي أنفاس البشر السامة، من أجل ذلك تراني حزينا. ثم التفت نحو الأزهار فرأيتها تذرف من عيونها قطرات الندى دمعا، فسألت: لماذا البكاء يا أيتها الأزهار الجميلة؟ فرفعت واحدة رأسها اللطيف وقالت: نبكي لأن الإنسان سوف يأتي ويقطع أعناقنا ويذهب بنا نحو المدينة ويبيعنا كالعبيد ونحن حرائر، وإذا ما جاء المساء وذبلنا رمى بنا إلى الأقذار. كيف لا نبكي ويد الإنسان القاسية سوف تفصلنا عن وطننا الحقل؟ وبعد هنيهة سمعت الجدول ينوح كالثكلى، فسألته: لماذا تنوح يا أيها الجدول العذب؟ فأجابني: لأنني سائر كرها إلى المدينة حيث يحتقرني الإنسان ويستخدمني لحمل أدرانه. كيف لا أنوح عن قريب تصبح نقاوتي وزرا وطهارتي قذرا؟ ثم أصغيت فسمعت الطيور تغني نشيدا محزنا، فسألتها: لماذا تندبين يا أيتها الطيور الجميلة؟ فاقترب مني عصفور ووقف على طرف الغصن وقال: سوف يأتي ابن آدم حاملا آلة جهنمية تفتك بنا فتك المنجل بالزرع، فنحن نودع بعضنا بعضا لأننا لا ندري من منا يتملص من القدر المحتوم. كيف لا نندب والموت يتبعنا أينما سرنا؟ طلعت الشمس من وراء الجبل وتوجت رؤوس الأشجار بأكاليل ذهبية، وأنا أسأل ذاتي: لماذا يهدم الإنسان ما تبنيه الطبيعة؟